السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا التقرير الرابع حول الانتخابات في تونس. حقيقة ما يحصل اليوم في تونس هي مظاهرة حقيقية وتزوير لإرادة الناخب في تونس. تم هذا التقرير الدولي الرابع إلى جنابكم وإلى جناب الأمانة العامة للأمم المتحدة وإلى الهيئات الأممية والدولية والهيئة يعني المنظمة الدولية للانتخابات إيفاس، ومنها وإليها الهيئة المستقلة للانتخابات بتونس. طبعا سجلنا تهديد للمرشحين في التزكيات وتهديد من قبل السلطة التنفيذية ومن قبل الرئيس المرشح قيس بن سعيد الذي يستغل السلطة التنفيذية وأعوان الأمن لترهيب الناس. سجلنا أكثر من يعني عملية مداهمات، عملية ترهيب، وفي أبسط الحقوق كذلك تتواصل عملية عدم منح البطاقة عدد ثلاثة لأبسط الحقوق للمرشحين. كذلك سجلنا سرقة تزكيات للمرشحين. هناك حقيقة تزوير كبير لإرادة الشعب. هذا التقارير أوفدناهم إليكم منذ قليل، موثقة بالصور وموثقة بكل شيء، يعني بسماحة وأمانة الأمانة العامة للأمم المتحدة وإلى مكتب السيدة أمينة محمد، الدكتورة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. طبعا نحن نتابع الوضع عن كثب في تونس. هناك تزوير حقيقي لإرادة الشعب التونسي، ومن هذا الجهل وهذا الرجل وهذا المرشح قيس سعيد الذي لفظه الشعب التونسي، وهو الآن مكروه من الشعب التونسي، وهو يعني يستغل السلطة التنفيذية في يعني تدخل سافر لحق الشعوب في تقرير مصيرها وفي أبسط المادة 57 من القانون الدولي لاتفاقية جنيف، في يعني عديد الاختراقات القانونية. حقيقة تونس اليوم إرادة الشعب التونسي تذبح أمام الجميع، أمام هذا الجاهل الأكبر وهذا المتحيل حقيقة. ونحن سندنا إلا الشعب التونسي، وسندنا إلا المجتمع الدولي، وأكيد لا يرضى المجتمع الدولي والأمانة العامة باعتراف يعني هذا الصندوق المزور. حقيقة اختراقات بالجملة، تهديد، وعيد، استغلال، يعني كل الذي قيس سعيد اليوم هذا المرشح يستغل يعني يستغل نفسه بصفته رئيسا وليس مترشحا، يستغل السلطة ويستغل السلطة التنفيذية وأعوان الأمن ومن ترهيب ومن قمع ومن كل يعني حقيقة تزوير لإرادة الناخب. هذا هو ما يحصل اليوم في تونس. أكيد نحن وثقنا كل شيء و يعني سيصلكم كل شيء. أنتم لكم السداد في الاعتراف بهذا بشرعية غير مكتسبة أصلا قبل أن تبدأ الانتخابات. تزوير حقيقي واغتصاب لإرادة الناخب التونسي. الشعب التونسي اليوم يذبح أمام مرأة العالم، وكذلك يعني اغتصاب لإرادة الشعب التونسي. طبعا نحن اليوم ذاهبون، أكيد نحن ثقتنا تامة في المجتمع الدولي وفي الأمانة العامة للأمم المتحدة التي أكيد هناك هي تلاحظ عن كثب ما يحصل في تونس من تجاوزات خطيرة على مستوى تزوير إرادة الناخب وعلى كل ما يحصل في تونس. تونس اليوم تباح، تونس اليوم يتم اغتصاب إرادتها، تونس اليوم على الجميع في العالم وفي تونس يعلم أن أكثر من 76.4% من الشعب التونسي رافض لبقاء قيس سعيد، رافض للجهل، رافض للتخلف، رافض لمن عاد بتونس إلى 50 سنة إلى الوراء. طبعا هذا هما التقارير. بالأمس منسق لأحد المرشحين في الشمال الغربي من محافظات تونس تم يعني التنكيل بها والتهديد، في تهديد المنسقة في محافظة جندوبة بالشمال الغربي بتونس، وتم حتى اعتقال يعني أطفالها وتم التنكيل بها وعديد من الترهيب. حقيقة لم نشاهد هذا الأجواء حقيقة حتى في أعتى الدكتاتوريات. يعني طبعا نحن سبيلنا واضح كنخبة وطنية، ونحن اليوم لم نصبح يعني لسنا معارضة، نحن الشعب التونسي الرافض لهذا المختل وهذا المحتل وهذا الجاهل وهذا الفاشل وهذا الذي حقيقة من أضعف الكيان وهو يتخبط في أيامنا الأخيرة. طبعا
نسجل لكم عديد الملاحظات. الاختراقات وصلت اليوم إلى أكثر من 80 أو 83 عملية اختراق وعملية تجاوز جسيم لقيس بن منصف سعيد منذ إعلان ترشحه. الوضع حقيقة وضع مشحون جدا، وضع لا يسجل على انتخابات نزيهة. هذا الرسول تجاوز كل الخطوط الحمراء في تونس وعلى المجتمع الدولي أنه يتخذ القرارات، وقريبا ستكون ندوة صحفية في نيويورك، يعني في مبنى الأمم المتحدة إن شاء الله، حول العملية الانتخابية حيث وقع تزوير إرادة الناخب. اليوم من البديهي جدا أن تكون عملية انتخابات أنها دخلت طي التزوير إطلاقا، تزوير بكل المعاني، تزوير في إرادة الناخب هذا قيس سعيد اليوم. يعني حتى ولو لم يسقط بالانتخابات سيسقط بالشارع، يعني هذا مؤكد جدا. ومبادرة نحن الشعب حقيقة كشفت حجم فضاحة وضآلة وعدم شعبية قيس سعيد. كل الشعب التونسي اليوم ضد هذا المحتل الغاشم، ضد هذا الجاهل وهذا الملاحق دوليا. يعني ونحن نطالب المجتمع الدولي وإن شاء الله عودة المحاكم الدولية، حتى لأن هذا الرجل ملاحق دوليا، وهذا الرجل تنتظر فيه منع سفر لأكثر من 26 مسؤول. واليوم هذه هي دور المجتمع الدولي في هذه العقوبات الدولية التي ستكون يعني لهذا الرجل الذي يريد التشبث بالسلطة، وهو فاشل وهو مكروه من الشعب وهو لا يمثل التونسيين. تونس يعني 6000 حضارة، تونس فيها من العلماء والكفاءات الوطنية أكثر من هذا. هذا الرجل ليس كفاءة وطنية وليس رجل دولة للأسف. هذا الرجل يعني من مستوى علمي هش، يعني هش، أرجع تونس إلى ما بعد الاستقلال 1956، استقلال الدولة التونسية. هذا الرجل جلب أرقام رهيبة جدا من 0.4 و0.2 و 0.4 نمو، وحقيقة تونس داخلة إلى المجاعة. حقيقة 5 سنوات تونس ستدخل طور المجاعة الحقيقية والإفلاس، وهي أفلست الدولة، ولكن هذا الرجل متشبث فقط بالبقاء. تحيل على إرادة الشعب، ندعو المجتمع الدولي أمام تونس، تباح اليوم أمام مرء العالم وأمام مرء المجتمع الدولي. وأنتم تشاهدون كيف يتم المداهمات وتم التهديد ويتم الوعيد، وحتى الهيئة المستقلة يعني هي هيئة يعني تحت سيطرة هذا الفاشل المدعو قيس بن منصف سعيد، الرئيس العالي لتونس المنتهي صلاحيته. طبعا هذا هو التقارير اليوم أوفتناها إليكم بجميع صلاحياتها في اختراقات جسيمة لعديد الثغرات القانونية، في حتى في ما يسمى بالمنتظم الأممي للهيئات الانتخابية إيفاس. نحن اليوم نتابع الوضع عن كثب في تونس ونتابع هذا الوضع المزري. شكرا للأمانة العامة، شكرا للدكتورة أمينة محمد، شكرا لكل من يعني يتضامن في هذه الأيام مع المجتمع والشعب التونسي في هذه المحنة، وهذا التزوير الحقيقي لإرادة الشعب التونسي من هذا الفاشل وهذا المتحيل. حقيقة إنسان متحيل، إنسان جاهل، إنسان يعني يريد التشبث، إنسان ليست له شعبية حقيقية منذ أيام قليلة. يعني أكثر من 85 شخص تواجدوا في يعني ما يسمى بمليونية وقوفه أمام المسرح البلدي. طبعا اليوم هذا الرجل يعتمد فقط إلى بعض الأمنيين، وبعض يعني حقيقة يعني غريب جدا، رجل يريد البقاء على 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 أعناق الشعب التونسي، وهو مكروه ومرفوض من هذا الشعب. آخر الإحصائيات 76.4% من الشعب رافض لهذا الرجل. طبعا نحن نراقب الوضع عن كثب، وندعو المجتمع الدولي كذلك إلى حقيقة اتخاذ القرارات. التقارير أرسلناها إليكم طبعا، ونشكركم ونشكر الجميع على دعمكم المطلق حقيقة، وبالرغم الظروف للمجتمع والشعب التونسي لكم كل الاحترام، ونحن متمسكون بالقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها. والسلام عليكم.